أوبو ترجع وبقوة للفئة الاقتصادية بهاتف بتصميم جذاب وعتاد قوي مع سعر منافس بقوة. رحبوا معنا بأوبو A78 5G الجديد، نتعرف معا على مواصفاته وسعره. مراجعة سريعة. أوبو A78 5G جاء بملمس بلاستيكي لكن مع تصميم جيد ولون أزرق فاتح جذاب ومريح للعين. في الخلف الظهر يأتي مع عدستين مستقلتين، كل واحدة داخل قرص أسود بارز قليلا عن الظهر، وبالأمام واجهة بنوتش على شكل حرف V يضم الكاميرا الأمامية مع حافة صغيرة في الأسفل لكن ما تزال أكبر من أغلب المنافسين. على اليمين زر الطاقة مدمج بمستشعر البصمة، وعلى اليسار زر خفض ورفع الصوت مع مدخل شريحة الاتصال كارت ميموري. في الأسفل مدخل الشحن من نوع سي ومدخل سماعات 3.5 ملم بالإضافة إلى سبيكر، وفي الأعلى سبيكر ثاني يتمتع المستخدم بصوت السيريو أكثر واقعية، الشيء غير الموجود في أغلب الهواتف الاقتصادية. ويدعم الجهاز مقاومة الرذاذ المائي والغبار بمعيار IP54. أبعاد الهاتف كالتالي: الطول 16.38 سنتيمتر، العرض 7.51 سنتيمتر، السماكة 8 ملم، وزن الهاتف 188 جراما. يقدم A78 شاشة عادية من نوع LCD مقاس 6.56 انش بدقة HD+ وكثافة 269 بكسل في كل انش مع معدل تحديث 90 هرتز، ما نعده امرا جيدا. لكن ما ليس جيدا دقة الشاشة الضعيفة، خاصة وان اغلب الهواتف الاقتصادية بدأت تتجه لشاشات Full HD، ونادرا ما تجد هواتف بدقة HD الا الاجهزة الجد رخيصة. لكن على العموم الشاشة محمية بطبقة باندا جلاس لحماية الهاتف من الصدمات والحوادث. سوفت وير الهاتف عبارة عن نظام اندرويد 12 مرفق عليه واجهة كولور او اس 13 الخاصة بالشركة. وفي العتاد نجد معالج دايمن سيتي 700 من ميديا تيك 8 نواة بتردد 2.2 جيجا هرتز، جيد للاستخدامات المتوسطة والعادية، مع رام 8 جيجا بايت وسعة تخزين 128 جيجا بايت. كما نجد ايضا معالج رسوميات مالي جي 57 ام سي 2 الذي يقدم كفاءة مقبولة ويعتمد عليها في الالعاب متوسطة الجرافيك. في الخلف كاميرا الهاتف الرئيسية عبارة عن عدسة دقتها 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8 مرفقة بعدسة 2 ميجا بكسل بفتحة 2.4 مخصصة للعزل عن الخلفية. أما بالأمام يأتي الجهاز بعدسة 8 ميجا بكسل بفتحة 2.0 تلتقط صور سيلفي لا بأس بها ومقبولة لمشاركتها على تطبيقات التواصل الاجتماعي. أخيرا أوبو A78 5G يقدم بطارية ساعتها 5000 ملي أمبير بقدرة شحن سريعة تبلغ 33 واط. حسب كلام الشركة يمكن شحن الهاتف من 0 إلى 52% في غضون نصف ساعة فقط. الهاتف سيتوفر قريبا في الأسواق العربية باللون الأزرق والأرجواني والأسود بسعر 220 دولارا لخيار رام 8 جيجا بايت وسعة تخزين 128 جيجا بايت. ما رأيكم في هاتف أوبو الجديد؟ هل يستحق التجربة أم أنه مجرد هاتف عابر في خضم المنافسة الشرسة التي تعيشها الهواتف الاقتصادية حاليا؟ شاركنا رأيك أسفل في مكان التعليقات. نترككم مع سعر الهاتف بمختلف عملات الدول العربية.